مكرونه ريد صوص او صوص طماطم، دي احلى حاجه واسهل حاجه. طبعا تختاروا المكرونه اللي انتوا عايزينها، سواء بانا، سباجيتي، فيتوتشيني، اي نوع مكرونه مش هيفرق. الصوص هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن طبعا المكرونه سلقناها 3 ارباع سلقه، ودي حاجه مهمه جدا، عايزه شويه من ميه السلق، وعايزه معلقه كبيره من الثوم المفروم، عندي كمان معلقه كبيره فلفل حراق، شويه ريحان حلوين كده، محتاجه شويه ريحان، كوبايه طماطم شاري، ممكن تعملوها كلها شاري توميتو، وممكن تدخلوا طماطم شاري مع طماطم مجففه اذا عندكم. عايزه كمان عصير طماطم اذا تحبوا تضيفوا عصير طماطم فريش، وعايزين نص كوبايه جبنه بارميجان مبشوره، ومكعب زبده، وزعتر جاف، وملح، وفلفل اسود. اول ما بنسمع كلمه بارميجان بتيجي في دماغنا على طول، ينفع ابدله بالجبنه الرومي؟ ينفع، ولكن هي مش نفس التيست ومش نفس الطعم، لكن من ناحيه انه ينفع ينفع، مش هنقول انه ما ينفعش. تمام، نشتغل في الصوص على النار مثلا اللي هنا دي. كان بقى طاسة حلوة وواسعة كده، عندي اول حاجة انا مش هستخدم بصل خالص، هستخدم هنا زيت زيتون، حبة زيت زيتون كده، مع زبدة، تعرفين المكرونة المسلوقة دي بس بزبدة وملح وفلفل بتطلع تحفة، يعني بس تقلبيها في زبدة كده، ولو عندك او بتحبي طعم الميرامية مع الزبدة والملح والفلفل، ورق ميرامية اخضر تحفة، حاجة من الحاجات اللي مشهورة جدا في ايطاليا، الطبق اللي هو توم فلفل حراق وشوية ميرامية، ورق ميرامية كده، ودوقي بقى مكرونه مسلوقه مع جبنه بارميجان، بصراحه تحفه. اهم حاجه عندي ان الكلام ده الطاسه بتاعتي تبقى سخنت كويس قوي، بس طبعا ما حروقناش الزبده. هنزل بالثوم، وانا هنا قصدي ان انا يبقى في شويه ثوم كتير، ما عنديش بصل. هنزل بالفلفل الاحمر الحراق، ممكن يبقى فلفل مجفف عادي، ورق ريحان قليلين مش كتير، هضيف تاني ريحان بالشكل ده، وهنزل كمان بالطماطم التشاري توميتوز كده، مع الثوم والريحان كده، وكأني بعمل، عارفين قلاية الطماطم دي اللي هي بتتغمس؟ تبقى خطيره، قلايه بندوره على راي الشوام حبايبي. عندي كمان طماطم مجففه عايزه اقطعها، الطماطم المجففه من استخداماتها الشهيره جدا اطباق المكرونه المختلفه. دي الزيت اللي في بيبقى منقوع فيه السان دراي توميتوز او الطماطم المجففه، ده بيبقى طعمه حلو قوي. احنا هنا بنقلي الريحان او بنحمر كده الريحان مع الطماطم المجففة، النار مش عالية قوي، مع التشاري توميتوز، مع التوم، ولكو ان تتخيلوا الطعم هيبقى عامل ازاي. على نار هادية هسيب الكلام ده يدبل شوية. الصوص بتاع الباستا زي ما انتوا شايفين كده هو مقصود منه يكون بالشكل ده، قليل مش كتير، وهي دي تفاصيله. انا في الفاصل عملت ايه؟ اخدت حوالي مثلا 6 معالق عصير طماطم كده، وبقيت بحطهم بالشكل ده عشان مش عايزه طماطم كتير قوي، اوكي، وبعدين سبتهم يتسبكوا كلهم مع بعض. وبعدين هحط دلوقتي ايه؟ شويه من ميه سلق المكرونه بالشكل ده كده، تمام. ما رضيتش اعمل الخطوه دي الا لما ترجعوا. وبعدين هحط شويه من الجبنه زي ما انتوا شايفين كده، ودي جبنه بارميجان بالنسبه لي هي حاجه اساسيه لو انا عايزه اعمل الشكل ده من المكرونه. وناخد بالنا ان الجبنه بتكون حادقه، يعني الملوحه بتاعتها عاليه شويتين ثلاثه،
فناخد بالنا من كميه الملح اللي احنا حاطينها. وده بالنسبه لي كده صوص المكرونه، وهي جوه صوص المكرونه بتدي طعم ونكهه كانها جزء من التتبيله او جزء من الصوص، مش للتزيين ولكن هي جزء من المكونات بتاعه الصوص، فعشان كده بنزود شويه التيست بقى بتاع زيت الزيتون، الجبنه البارميجان، الريحان، التشيري توميتو، طماطم حلوه تكون عصير حطيت شويه منها، تعمل لي صوص مميز شويه ما هواش صلصه الطماطم اللي احنا متعودين عليها دايما. واختياري لو عايزين تضيفوا الزعتر، سواء زعتر مجفف او زعتر فريش، ممكن برضو تضيفوه دلوقتي. نضيف ريحان كمان مرة عشان ريحة الريحان بتروح مع الطبخ، واحنا عايزين نكهة الريحان تبقى موجودة معانا. وزي ما احنا شايفين كده برضو مش بنسيبها تتسبك قوي، يعني هي مع بعضها كده. هنشيلها من على النار شوية بقى المكرونة على الصوص، وانا بحطها بضيف شويه كمان من ميه المكرونه، حبه صغنطتين كده. المكرونه دي مش ضروري ابدا ان هي تطلع لونها محمر بزياده ومتسبكه زي اللي احنا متعودين عليها، لا هي كده لذذتها في ان الصوص بتاعها خفيف ونكهتها قويه جدا جدا جدا. نكهة الجبنة كمان عظيمة لما بنحطها وبنقلبها كويس وتتشرب كويس قوي من الصوص شوية. وانا بقلبها بحط لها جبنة تاني وبقلب كده كده كده، بسيبها قد ايه مع الصوص ده تتشرب منه؟ دقيقة. نعد دقيقة كده من ساعة ما حطيناها، ويستحسن تبقى يدوب لسه مسلوقة حالا، يعني تسلقي وانت بتعملي الصوص. طبعا مش تعملي زي انت ما عندكيش حلقه وهوا وكنترول روم. يلا نعمل كده، نجيب الطبق اللي هنقدم فيه، ناخد المكرونه وننزل بيها على طول على طول على طول بالشكل ده، شويه مكرونه بقى فظاع، عود ريحان لذيذ، رشة من زيت الزيتون على رشة فلفل اسود انتوا بحطوها، مع رشة اكيد جبنة تاني عند التقديم